بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجريدة أشواق لمواكبتها هذه الندوة العلمية حول الصحراء المغربية من البيعة القبائلية إلى الاعتراف الدولي مغربية الصحراء. حضرنا اليوم في إطار سياق وطني بطبيعة الحال للترافع على قضية الصحراء المغربية من جهة، ثم من أجل التمكين من مختلف الآليات المساعدة المجتمع المدني الحقوقي الفاعل السياسي ناهيك عن كافة المتدخلين في هذا الملف للتمكن من الولوجية التاريخية للترافع بشكل أو بذات عارفة بطبيعة الحال حول هذه القضية العادلة ديال المغرب. حاولت نستحضر مجموعة من الوثائق التاريخية اللي كتأكد أولا على الولاء للمخزن أو الأيلة الشريفة أو المؤسسة الملكية اليوم. هي وثائق عبارة عن مجموعة من الظهائر والرسائل كذلك، سواء الموجهة من طرف الملك أنذاك أو السلطان إلى رعاياه بالصحراء المغربية، أو التي أو الموجهة من مجموعة من شيوخ القبائل وكذلك الأعيان ومسؤولين بالمناطق الصحراوية للملك، والتي تعبر عن التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد في إطار استمرارية تاريخية لهذه القضية. حاولت كذلك نستحضر ظروف دخول المستعمر الإسباني والفرنسي سواء المغرب أو المناطق الجنوبية بطبيعة الحال في إطار اتفاق مزدوج بين هذين الدولتين الاستعماريتين آنذاك، وكيف استطاع الشعب الصحراوي أن يدافع عن أراضيه وعن حوزة الوطن بشكل عام من خلال مجموعة من الوثائق التي تؤكد هذا السلوك وهذا الفعل تجاه المستعمر. ثم حاولت أن أبرز مدى استمرار الشرعية الدينية والروحية بطبيعة الحال للسلطان على مناطقه الجنوبية الصحراء المغربية بطبيعة الحال أثناء مرحلة الاستعمار وبعده من خلال استحضار الخطاب الملكي لمحمد الخامس في منطقة غزلان المحاميد بعد استقباله لمجموعة من أعيان وشيوخ الصحراء بعد الحصول على استقلال سنة 1958، وكيف عبر آنذاك عن اهتمامه بالمناطق الجنوبية وكذلك اهتمامه باستكمال الوحدة الترابية والتي انخرط فيها الصحراويون بإرادة واعية بطبيعة الحال وبعين كامل من أجل استنهاض الهمم واسترجاع، وهو الذي تأتى في عهد المرحوم مبدع المسيرة الخضراء الملك الحسن الثاني طيب الله وطراه، مبدع المسيرة الخضراء من خلال استرجاع منطقة وادي الذهب ومجموعة من المناطق أخرى الداخل وما إلى ذلك في إطار استكمال الوحدة الترابية. ثم الإبداع الذي عرفته أو عرف منعرج هذه القضية من خلال الملك محمد السادس نصر الله من خلال إبداع مقترح الحكم الذاتي اليوم اللي كيشهد نقاش كبير سواء وطنيا أو دوليا، واللي حاز مقبولية مجموعة ديال الدول، وكذلك حاول أن يحشد اعتراف دولي اليوم بمغربية الصحراء وبقضيته العادلة ناهيك على واقعية وقانونية هذا الحل اليوم اللي أصبح هو الحل الوحيد اللي ممكن المناقشة بشأنه واللي ممكن من خلاله الترافع
من أجل إيجاد حل عادل لقضية الصحراء المغربية. إذا هذا مختلف المحاور التي تمحور حول هذا اللقاء اللي حضرته لنا من المهتمين بطبيعة الحال، سواء المهتمين الباحثين بقضية الصحراء المغربية وكذلك بالتاريخ وكذلك مجموعة ديال فعاليات المجتمع المدني للحقوق السياسية وكذلك الإعلامي، لأن قضية الصحراء هي القضية الوطنية الأولى اللي كتهمنا جميع واللي خصنا نتعبؤوا لها جميع بطبيعة الحال من أجل إيجاد حل عادل لهذه القضية بطبيعة الحال. صحيح صحيح، وشاطرك الرأي، لأن هناك حملة شرسة بطبيعة الحال لمحاولة تغليط الرأي العام الدولي حول قضية الصحراء المغربية، وهناك مناهضة اللي هي عنيفة اليوم. علاش؟ لأن كما كتعلمون أن الإعلام كيصنع الرأي العام، وأن هكذا خطاب بطبيعة الحال ممكن أن يغلط مجموعة ديال الأشخاص، وبالتالي يجب على المجتمع المدني بكافة أطيافه ومكوناته سواء حقوقي الإعلامي السياسي الفاعل السياسي وما إلى ذلك أن يكون حذرا وأن يمتلك مختلف الآليات والأدوات اللي يمكن من خلالها اليوم الترافع على قضية الصحراء واستحضارها بطبيعة الحال وتنوير الرأي العام. إذا لابد كما قلتي هو سؤال وجيه جدا، لأننا ربما البعض أنه بعيد على قضية ديال الصحراء بطبيعة الحال وما ضابش المداخل ديال التاريخ وما إلى ذلك، لأن عدم مجموعة ديال الأبعاد وديال الاستمداد التاريخية الاجتماعية السيكولوجية كذلك من خلال انتمائنا الهوياتي لوحدة التراب الوطني اليوم خاص تكون تكوينات على هذا المستوى. التمكن من الوثائق التاريخية اللي الحمد لله اليوم ولات متاحة وكنتوفروا على الجميع من أجل تنوير الرأي العام، وكذلك من أجل أن يحظى المترافع على قضية الصحراء بمختلف الآليات اللي تخليه أنه هو يقنع ويحرز المقبولية وتولد عليه ديك الثقة المشروعة لا كونفيونس ليجيتيم اللي هي بطبيعة الحال قيمة مضافة لقضية الصحراء المغربية. نعم نعم صحيح، لأن قضية الصحراء المغربية قضية مهمة جدا. لا يكفي أننا اليوم في المقررات المدرسية وما إلى ذلك حتى على مستوى البحث الأكاديمي اليوم أننا نؤتي تجانبات الكليات أو المدرجات العلمية بالصور وما إلى ذلك، بل يجب أن نمكن الطالب والتلميذ من المعرفة اللازمة حول قضيته الأولى، لأنها قضية المغرب جميعا بطبيعة الحال يدخل في إطار ذلك الثالوث المقدس اللي كان آمن به جميع واللي هو جزء لا يتجزأ من تكوين كل مغربي مغربي ومغربية ومغربية. وبالتالي أشاطرك الرأي أن اليوم أن حتى على مستوى المقررات التاريخية يجب إدراج هذه المادة كمادة أساسية من أجل أن يتعرف التلاميذ والطلبة بطبيعة الحال على تاريخهم خصوصا فيما يتعلق بالصحراء المغربية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.